يعني هذا اولا وقبل كل شيء عمل خيري، والعمل الخيري لا يمكن الانسان يعني يكون اظن تكون عنده رغبه وحماس الا لكن عنده يعني الله سبحانه وتعالى نعمه بقلب رحيم. فالامر يتعلق بالايتام والاطفال المحرومين، وهذا العمل النبيل اللي يعني هذه البادره اللي خداتها مؤسسه ساتوك للايتام والاطفال المحرومين، واللي كانت راسها سمو الاميره الشيخه الثاني، اللي انا صراحه كنرفع عليها القبعه لانها هي تناهض كل اشكال التمييز، وكتعطي يعني هذا شعار هاد الدوره يعني شعار كل اطفال العالم اطفالنا. ساتوك وخاصه هاد البطوله العالم للايتام، انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى اولا يعني تكون هاد النسخه الاولى هنا في بلدنا الحبيب مصر، تكون يعني تكون اولا تاخذ واحد الصدى كبير وتتميز باشياء حلوه، ونستقبلوا احنا ان شاء الله بحول الله في الدوره الثانيه 2017 في بلدنا الحبيب المغرب.